Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Thank you for joining us شكرا جزيلا لانضمامكم لنا إلى في الجلسة الثالثة للمنتدى العالمي للحماية. واليوم سنتحدث عن الأوضاع في التعقيدات المتزايدة في ظل الصراعات وحماية العاملين على الخطوط الأمامية بمجال الحماية، أولئك الذين يعملون بشكل لصيق مع المجتمعات المتضررة، لنفهم أكثر عن ديناميكية سير الأمور على الأرض في ظل هذه الصراعات. بمسيرتنا الرائعة أننا فخورون ومحظوظون بأن تكون معنا اليوم جيما، ومتحدثون سيشاركون معنا جهود العمل في مجال الحماية، إنجازاتهم، التحديات التي يواجهونها في الميدان. شكرا مجددا لانضمامكم لنا، ونتطلع لأن تكون معنا جلسة غنية وثرية، خاصة بهذه الأوقات الصعبة حيث الكثير من الأعراف هي على المحك. لن أؤخركم أكثر من هذا. جيما، تفضلي، الميكروفون معك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا هدى. إن يسعدني أن أكون معكم اليوم وأن أسير هذه الجلسة وأن أتعلم من التجارب حماية المدنيين، كيف الفاعلين المحليين يعملون وكيف الفاعلين يعملون على العاملين في مجال الحماية يتصرفون في الميدان لتقوية بعض العادات التي نقوم بها أثناء العمل ولنتعلم من التجارب الآخرين. هذا متصل جدا بما كنا نقوم به في السنوات الماضية عندما كنا ندرس الجهود المقدمة في مجال تقديم الحماية للمجتمعات من خلال عقد جلسات النقاش والحوار. لذلك هذا النقاش اليوم يعني الكثير. والآن اسمحوا لي أن أرحب بالمتحدثين الذين أتوا من خلفيات وسياقات مختلفة. بداية لدينا ديان عبد الراشد أيان علي من الصومال، وسنسمع أيضا من اللون والذي هو مدير برنامج في الريف في الكونغو الديمقراطية، ولدينا أيضا أنتون والذي هو المدير التنفيذي في البي سي في أوكرانيا، وآخرا وليس أخيرا لدينا سوفيا التي هي مديرة الحماية في مؤسسة في التشاد. بداية شكرا جزيلا لكم جميعا لانضمامكم معنا اليوم. أيان، لنبدأ معك. وعذرا أيضا، أعتقد بأن لدينا نياراي، عذرا لقد نسيت ذكر اسمك. حسنا، هل تستطيع أن تخبرينا عن تجاربكم، عن تجربتكم في البحث عن كيف التعامل مع المسنين الصوماليين وفق الأعراف والتقاليد في المجتمع من حيث تعليم وتثقيف المجتمع في وسط في المجتمعات التي تتعرض للصراع؟ ما هي ما الذي تعلمتموه، ما الذي وجدتموه، وما هي النقاط الأساسية لهذه لتجاربكم هذه مع المجتمعات؟ شكرا جيما، ومرحبا بكم جميعا، وشكرا لانضمامكم لنا اليوم. أريد أن أبدأ بالقول السلام عليكم جميعا وعلى كل العالم. اسمحوا لي بداية بأن أقدم لكم بحثي، أنه في الصومال بعيدا عن كل القوانين كنا سافرت إلى الصومال من أجل أن أعقد المقابلات الخاصة بهذا البحث بما يختص بموضوع الحماية. وكان هذا البحث شمل علماء ومسنين أو كبار بالعمر كبيرين، فوجدت من مقابلاتي بأن خبرات هؤلاء الأشخاص هي تأتي من المجتمع، وأردت أن أفهم ما هي الأعراف والتقاليد المتبناة من قبل المجتمع الصومالي. كنت أتمنى استعمال هذه المنتجات لتقوية أعمال الحماية في المجتمع الصومالي. وأيضا وجدت
بأن المجتمع الصومالي منظم على المستوى القاعدة والمستوى الشعبي، وأريد أن أقول بأن الصوماليين يأتون دائما يأتون من هذه الخلفية التي تعنى بالروابط الأسرية، وكان تقليدهم وأعرافهم بقيت متناسقة مع ومنسجمة مع أعرافهم وتقاليدهم، ومما وكنا نعرف هذا من أن وكنا نعرف أنه كيف يتم تقديم هذه الحماية لهذه المجتمعات الصومالية التي تتألف من العشائر والتي يعيشون في مناطق ريفية أو حتى حضرية. بداية، فإن القادة ذوي القيمة في المجتمع، كل عشيرة كان لديها هذا الرئيس أو رئيس العشيرة، وكان هناك التزام بالأعراف والقوانين التي وضعتها فرضتها الأعراف والتقاليد. وعندما أقدم هذه الأرقام الرئيسية، فإن القادة الدينيين فإنهم يقدمون ويعرضون الاهتمام بالأعراف التي تسود المجتمع وتضبط المجتمع والتي تعطي القوة والسلطة للرجال بشكل أساسي. وهناك أيضا احترام كبير لهذه المعرفة بين المجتمع الصومالي، وأيضا كان هناك هؤلاء الأشخاص المحترمين جدا لاعتباراتهم الاجتماعية، وأيضا بخصوص العمل في الحماية وممارسة بعض أنواع الحدود، كان هناك مسؤولية كبيرة لتقديم السلام والحماية، ولكن كانت هناك ضمان بأن المجتمع يلتزم بقوانين الحماية. لذلك فإن العامل الأساسي لهذا المجتمع كان هذا القانون المحاكمات لنقل، أو قانون المحاسبة على صعيد العشائر والشعبي. فكان هناك هؤلاء القادة الذين يتمتعون بالكفاءة الكافية من أجل هذا، والمجتمع الصومالي يتقاضى بموجب الشريعة، والشريعة ويعودون إلى القوانين الشريعة بخصوص الحماية وبخصوص التعامل. وأيضا هذا يقدم لنا يقدم أعراف الحماية للمجموعات المهمشة والهشة، وهناك التزامات بالقوانين العشيرة، وهذا التزام أيضا بأعراف التي تضعها القادة، قادة العشائر، ويتم نشرها بين أفراد المجتمع. بهذه الطريقة فيكون الوصول إلى الأعراف والمرتبطة بالأخلاق تعطى قيمة كبيرة. الجميع مهتم بتفسير هذه القوانين والأعراف وتنفيذها والالتزام بها عبر هذه العشائر، وأن يكون كل عضو من هذه العشائر ملتزما بها، وأن يكون هناك هذا التشارك للفهم أن هناك دائما هذا النوع من اللجوء إلى المحاكمة وفق الشريعة في حال حصول أي انتهاك. هذه الطريقة تخلق هذه الحالة الوضع من طريقة تقليدية في المعرفة، والتي توصم بالعار أي شخص يقوم بانتهاك هذه الأعراف والتقاليد. وبهذه الطريقة يتم بهذه الطريقة تم بناء هذه المنهجية للالتزام بتقديم معايير الحماية. وبالطبع هذه الأمور كانت مرتبطة تاريخيا عبر بعض الاعتبارات والمشاكل، وكيف الطريقة لحماية الأشخاص الضعفاء وحماية المهمشين. هناك وأيضا بهذا يدفعهم أيضا للعناية بأمور السلام، ويتحدثون بطريقة ملتزمة بهذه الأعراف وتطبيق هذه القوانين.
في الحقيقة أحيانا الكثير من الصوماليين يستطيعون القول بأن هذه الالتزام بهذه الأعراف والتقاليد يساعد العشائر والمجتمعات العشائرية بالالتزام بهذه القوانين. هذا يحتاج طبعا للمساهمة والالتزام بحيث يكون هذه العشائر تشعر بالأمان أو ترى المجتمع بطريقة صحيحة. لذلك وجدوا بأنه من المهم أن يكون هناك تجنب لهذه الحالات، حيث يمكن أن يكون هناك إساءة أو إهانة. والدروس الأساسية التي نستطيع تعلمها من هذا بأنه من المهم أن نجعل عملية بناء السلام هي عملية محلية ووطنية. فالصوماليين يحترموا بشكل كبير السلطات المحلية كرئيس العشيرة، فعندما يتحدث هؤلاء الشخصيات الاعتبارية يكون الناس تسمع. فعلى سبيل المثال، عندما يحاول شاب أن ينضم إلى الصراع ويتحدث إليه رئيس العشيرة أو أحد من الأشخاص الاعتباريين في المجتمع، فإنه سينصت لهم. أحيانا يتم فإنهم يستمعون لهم. لذلك فإنها عندما نحاول خلق هذا النوع من الترابط وهذا النوع من التعاون، نستطيع الاستفادة من تدخلات هؤلاء الأشخاص الاعتباريين. والأمر الآخر، أنه يمكننا استعمال هذه السلطة المجتمعية كطريقة منع وإيقاف لهذا إيقاف هذه الموجة من العنف أو ما قد يترتب عليها. وهذا عندما على سبيل المثال أحد هذه الشخصيات الكبيرة تدين بعض هذه الأعمال أو بعض المواقف، فإن هذا يتم أخذه بعين الاعتبار من قبل الفئة الشابة. إننا نستطيع أن نجد فيما إذا كان هناك تداعيات لهذا العمل، ولكن ندرك بأن المجتمع الصومالي يعمل بشكل مجتمعي كشخص واحد، وهذا يوضح طريقة المنع أو طريقة الردع التي تعمل بها الأعراف العشائرية، وهي يمكن استعمالها كوسيلة وقائية أو مانعة أو آلية رادعة. فهم ليسوا بالضرورة ينتظرون حتى يخرج الصراع عن السيطرة، ولكن يعقدون اجتماعات بانتظام ويحاولون أن يكون هناك نوع من الشفافية والتبسيط لهذه الأمور، ويضعون يحددون الأدوار، وهي هنا أدوار رئيسية ليذكروا الناس بقيمة السلام وتداعيات الحرب، وليردعوا العنف الذي قد يتطور في كثير من الحالات. لذلك تستطيعون أن تتخيلوا كيف يمكن أن تكون هذه الإدانة لها أثر كبير في عملية ضبط الأمور والسيطرة على تطور الصراع بطريقة خطيرة. وأيضا تستطيعون أن تروا بأن الأدب الصومالي وأيضا يذكر كيف هذه النقاشات تساهم بإعطاء أثر مستمر على الوضع المجتمعي بين الناس. وشكرا جزيلا. So important to emphasize, you know, the role شكرا of norms, أيان. أعتقد أنه من المهم values, جدا أن نركز على دور الأعراف والتقاليد والدين، ولا سيما الهيكليات القانونية والأخلاقية في سياقات مختلفة مثل سياق في صوماليا، وأهمية تعزيز ضبط النفس، ولا سيما في سياق ما تحدثت عنه وفي ظل تآكل القانون الدولي الإنساني والسياقات الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالملكية واتخاذ القرار في تعزيز
ضبط النفس ومنع العنف. الآن ننتقل إلى الكونغو. في الواقع كيركي، أنتم في الكونغو ولديكم مجموعات من غير الدولة المسلحة، ولا سيما في شرق البلاد، وعدد كبير من النازحين الداخليين، ويبلغ عددهم حوالي 7.2 مليون، وهو العدد الأعلى عالميا، أو هذه النسبة الأعلى عالميا. إذا في سياق التحديات وغياب السياق الانتقالي وغياب بعثات حفظ السلام، إذا ما هي التدخلات بما في ذلك الإنذار المبكر التي تقوم به منظمتكم؟ الكلمة لك. شكرا جزيلا. باختصار، لقد شرحت جيدا أن هنالك 7.2 نازح في الكونغو، وهذه أرقام مثيرة للقلق، وهذا العدد يفوق عدد النازحين في عدد كبير من الدول. وهنا نريد أن نركز أن هذه النزاعات تتفاقم، ولسوء الحظ وفيما يتعلق بانسحاب اليونسكو، فهذا سيزيد من عدم الاستقرار، ليس فقط على المدنيين ولكن أيضا على الجهات الفاعلة الإنسانية التي تعمل على تخفيف آلام الشعب. فيما يتعلق بالتحديات، فنحن نواجه مشكلة أساسية، وهي وصول المساعدات إلى المناطق البعيدة، وهنالك أيضا عمليات الرد على الجهات الفاعلة التي تتحدث عن الحماية وحقوق الإنسان، وهي تعتبر كجهات هي تبلغ عن المخالفات، وهنالك أيضا جهات غير حكومية لا تقوم بالفرق بين الجهات الحامية والجهات السياسية، وهم يقومون أيضا بأعمال عنف ضد هذه الجهات. هنالك أيضا مشكلة غياب الحكومة وسلطة الدولة ومواجهة هذه المجموعات المسلحة، وإن الهيئات المحلية هي شركاء كبيرة، لأن العديد من الأعمال العنفية التي تجري أو الأعمال التي تجري على الميدان لوضع حد لهذه المخالفات والاعتداءات، فإن الهيئات المحلية تلعب دورا هاما كبيرا، هاما جدا. إلى ذلك هنالك أيضا القدرة المنخفضة لهذه المجموعات المسلحة، ولا سيما فيما يتعلق بعدم احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبدأ الحياد ومبدأ الانحياز. هنالك أيضا مشكلة مرتبطة بغياب الآليات الرسمية لآليات الإنذار المبكر، وهنا أود أن أتحدث عن هذه الآليات. في الواقع مختلف في الكونغو، والقانون ولا يرعاها القانون في الكونغو، وهذا الواقع نعيشه يوميا. وعندما نحاول أن نسأل الجهات الشرعية والتشريعية والقانونية، نرى أن ما من شيء يحصل. وهنا نرى أن الحائط مسدود، ويمكننا أن نعطي مثالا عن الجريمة الزائفة، حيث أن هنالك فجوة قانونية حقيقية في جمهورية الكونغو.
ولا سيما فيما يتعلق الجرائم التقصية. وفي الواقع إن تم التبليغ عن هذه الجرائم فسيتم اعتقال المبالغين فقط بسبب غياب السياقات أو الأطر القانونية اللازمة. أما فيما يتعلق بالعنف، بحالات العنف الجنسي ولا سيما فيما يتعلق بعالم الأعمال، فهذا يؤثر بشكل كبير على تطوير فئة من الأفراد، ولا سيما أنه ما من شيء يتم تخطيطه فيما يتعلق بهذه الأمور. ما في هذا الإطار، ما الذي نقوم به على مستوى الاستراتيجيات الآيلة لمواجهة كل هذه التحديات؟ نحن عادة ما نقوم بتحليل المخاطر ونحاول أن نؤمن الحماية، ولا سيما في وجه هذه التهديدات، ولكن المشكلة هي غياب الكفاءات. وهنا أريد أن أركز على موضوع الكفاءات والموضوع الهشاشية. كما تعرفون في سياق النزوح، عندما ينزح الأشخاص يصبحون ضعفاء ويصابون بالهشاشة بشكل كبير، وكلما تطول حالة النزوح نتابع عادة ما نتحمل حالات غير محتملة، ولا سيما إن كنا في غير بيئتنا الحقيقية أو الطبيعية. لذلك نحن نحاول العمل على تعزيز قدرات المنظمات المحلية، وهنا تحدثت عن الهيكليات الحماية المحلية، وقد تحدثت عن التبليغ عن المخالفات، وهنا نحاول تعزيز الكفاءات لتعزيز ريادة المؤسسات الإنسانية، ولأننا نعتبر إن تمكنا من تعزيز قدرات هذه المنظمات فستتمكن من مواجهة التحديات المرتبطة بالحماية، وأيضا سوف تتمكن من حفظ استمراريتها ليس فقط على مستوى الكفاءات الفعلية، ولكن أيضا القدرات المالية. ولدينا تحديات أخرى، ولا سيما غياب التمويل والقدرات المالية. أما فيما يتعلق بالقدرات التنظيمية فهي متوفرة، ولا سيما لدى الفئات المتخصصة وفي قلب هذه الهيكليات والمنظمات. وبالتالي نحن نسعى إلى وضع مقارنات شاملة ومقاربات شاملة على المستويين الهيكلي والتنظيمي، لأننا أدركنا بعد القيام بالتحاليل أن الناشطين في حقوق الإنسان عادة ما يواجهون هذه الصعوبات، لأنهم لا يتحلون بكل المعلومات اللازمة. ولكن من خلال تعزيز هذه الكفاءات فنعمل على تعزيز كل المسائل المرتبطة بالريادة واحترام حقوق الإنسان، وهذا يؤدي إلى خفض المخاطر الذين يتعرضون إليها. إذن رفع الكفاءات يساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر التي يتعرض لها الناشطون. ما الذي نقوم به؟ تعرفون أنه في هذه المناطق معرضة لخضات ومشاكل كبيرة، وتحدثنا عن مشاكل وصول المستفيدين للخدمات، ولماذا؟ وذلك بسبب وجود المجموعات المسلحة. لذلك نحن نتفاوض
لنتمكن من الوصول إلى هذه المناطق المتأثرة بالنزاعات، ولن نقوم بذلك لوحدنا، وإنما نحاول اتباع الوجوه الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمات الإنسانية، ونحن نقوم أيضا بتحليل المخاطر قبل أن نقوم بأي نشاط، ونحاول أيضا أن نحلل المخاطر بالتعاون مع الجهات الفاعلة المختلفة التي نتعامل معها، كما أننا نتأكد ونحرص أننا اتخذنا الإجراءات الضرورية للتقليل من المخاطر في المجتمع، كما أن هنالك مخاطر أخرى لا تحددها المجتمعات، ولكن نقوم بتحديدها نحن على مستوانا لكي نتأكد من خفضها، كما أننا نقوم بأنشطة ذات أثر سريع. عفوا على مقاطعتك، ولكن الوقت محدود، هل يمكنك أن تلخص بسرعة؟ عفوا على مقاطعتك مرة جديدة، شكرا جزيلا. خاتمة، أود أن أضيف أن موضوع الحماية هو موضوع أساسي، ولا سيما في سياق الكونغو، ولكن نرغب بأن يتم تطوير آليات أقوى واستخدام آليات نستخدمها الآن مع المونسكو، لأنه بعد ذهاب المونسكو يمكن أن تستخدم المجتمعات المحلية الآليات الموجودة مثل التبليغ عن المخالفات والإنذار المبكر وما إلى ذلك، لكي لا يكون هنالك فراغ في المجتمع. شكرا جزيلا. وعذرا على مقاطعتك، ولا سيما انك تحدثت عن تعزيز القدرات وتعزيز الرياده المحليه والتدخلات المحليه. الآن سوف ننتقل إلى أنتون هو يواجه العدوان الروسي من خلال المساعدة الإنسانية ودعم المدنيين. هل يمكنك أن تخبرنا أكثر عن مقاربتك، ولا سيما في ظل وجودك على الأرض في شرق أوكرانيا، وكيف تقوم بمساعدة المجتمعات المحلية للقيام بعمليات الإغاثة وإخلاء وعمليات الإخلاء؟ سوف أركز على عمليات الإخلاء، وإن كان لدي الوقت سوف أركز على الأنشطة الأخرى التي نقوم بها. نحن موجودون في كرامستورك منذ الأيام الأولى من الاجتياح، ونحن نقوم بمساعدة الموجودين على الأرض ونقيم الاحتياجات. أما فيما يتعلق بعمليات الإخلاء فهي مهمة جدا، وقد بدأنا مع منظمات أخرى منذ بداية الهجوم، وكان واضحا أيضا هنا في الشرق في مدن مثل ليسيشان وكوسوف دانش أن الإدارات المحلية لم تكن مستعدة لإخلاء المدنيين بطريقة منظمة، وهذا أمر محزن، ولا سيما أن مدينة مثل سيفيرودنسك كانت على الحدود منذ العام 2014 وفي الخطوط الأمامية، وقد تم إخلاؤها في اليوم الأول من الاجتياح، وكان على السكان المحليين أن يخلوا المنطقة، وقد سبب ذلك الفوضى كبيرة، وبالتالي إن الاستجابة لم تكن متاحة في البداية، ولكننا تدخلنا. فأما فيما يتعلق بالجهات المجتمعية مثل الـ BCOA، لم تكن لديها الأطر المؤسسية أو الهيكلية اللازمة لكي تحافظ على سلامة السكان، كما أن هنالك عدد كبير من السكان في مدن مثل سيبردونيز، ولا
التي تعرضت للاجتياح منذ البداية. في بعض الأحيان كان للسكان لديهم مركباتهم الخاصة وكان لديهم مواردهم المالية الكافية لكي يذهبوا إلى مناطق أخرى. أما في حين إن لم نكن نتمتع بالخبرات اللازمة ولا سيما هنا في الشرق، معظم الأشخاص لم يتركوا أبدا هذه المنطقة، ولا سيما أن كان لديهم أعمالهم ووظائفهم أو أنهم كانوا موظفين في معامل أو مصانع وما إلى ذلك، ولم يتركوا بيوتهم أو مدنهم أبدا في حياتهم. فإذا تخيلوا أن يتركوا منازلهم ومناطقهم فهذا مخيف جدا. إذا تصوروا مستوى الضغط في الأيام الأولى لعمليات الإخلاء، ولكن لحسن الحظ الأشخاص يتكيفون بسرعة ولا يقومون بذلك بطريقة جذرية، ولكن عادة ما يتأقلم الأشخاص يوما بعد يوم، وعندما يشعرون بالخطر فعادة ما يتأقلمون ويبنون مناعتهم، وعادة ما يهربون إلى المأوي وفي المباني أو تحت المباني، وأيضا يحاولون أيضا أن يلجؤون إلى الملاجئ، وهم عادة ما يحاولون أيضا أن يتأقلموا مع الوضع الحالي، ويحاولون اتخاذ القرارات بنفسهم لكي يعرفوا أين يذهبون. واليوم مثل السنة الماضية وقبلها فما زلنا نتحاور مع المجتمع، ونحن نرى أن هنالك هيكليات موجودة حيث أن الأشخاص قد تأقلموا، مثلا منطقة سيفيرسك التي تم قصفها منذ الأيام الأولى وما زالت تعتبر منطقة ساخنة في الخطوط الأمامية، فما زال هنالك حوالي 1000 شخص فيها وقد تأقلموا وتكيفوا، وهنالك عدد من الملاجئ، وهنالك أيضا مساعدات إنسانية تصلهم، وقد خزنوا الأغذية، وقد قرر الأشخاص البقاء في هذه المناطق الساخنة بالرغم من خطورتها بدل أن يخلوها، وهم يشعرون أنهم يسيطرون أكثر على الوضع بدل أن يتركوا بيوتهم. وطالما يحصلون على المساعدة من الحكومة أو غيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية. إذن هذا هو الوضع في شرق أوكرانيا، ولا أدري إن كنتم على علم بالوضع في أوكرانيا، ولكن هنالك بعض السرديات ووصمة الأعار التي يشعر بها الأشخاص الذين يرفضون الإخلاء، وهم يتم النظر إليهم بأنهم يرفضون الذهاب. وبرغم من ذلك نحن نسعى لكي نقدم المعلومات الكافية لهؤلاء الأشخاص وأنهم يفهرون الخيارات المتاحة لهم، ونحن نفهم أن كل عائلة وكل فرد لديه أسبابه الخاصة لعدم المغادرة، وعندما نبني العلاقات مع هؤلاء الأشخاص ونتحدث معهم نفهم لماذا يريدون أن يبقوا في منازلهم. ولكن عندما نفهم واقع كل شخص في الواقع نفهمهم. لذلك نحن نحاول ألا نحكم على أحد، ونحاول أن ندعم الأشخاص، ونحاول أيضا أن نشرك المستفيدين في عملية اتخاذ القرار. أول ما نقدمه لهم هو إمكانية الإخلاء، وإن رفضوا ذلك إذن نساعدهم في احتياجاتهم الأساسية، والدعم الهيكلي على المدى الطويل، والرعاية الطبية من خلال الرعاية الطبية المتنقلة، وأيضا
في مدن مثل باتموت نعمل مع المراهقين والأطفال في الملاجئ، ونحن نؤكد أن على هذه المقاربة هي مقاربة شخصية وفردية. وأود أن أقول أنه كان هنالك بعض الأوقات حيث كانت عمليات الإخلاء كبيرة جدا، وفي العام 2023 أصبح الوضع أكثر استقرارا على الخطوط الأمامية، ولكن في جنوب منطقة دونيتسك أصبح الوضع كارثيا، ومنذ بضعة أسابيع أصبح الوضع خطيرا جدا ولا سيما في الخطوط الأمامية. وبالتالي نحن نعمل بشكل جاد في هذه المناطق، ونحن نحاول أن نغطي الاحتياجات التي لم يتم تغطيتها، ونحاول أن نوحد العمليات لأن هنالك العديد من الجهود التي يبذلها المسؤولون في منطقة نونيسك، وهنالك أيضا ملجأ انتقالي، كما أن هنالك قطار لإخلاء السكان من نيبرو إلى تولفيف، كما أن هنالك عمليات إخلاء بين المناطق عبر الباصات، ويتم أيضا نقل الأشخاص من نقاط محددة. لذلك على الأشخاص أن يأتوا إلى نقاط التجمع وأن يبذلوا جهدا إضافيا لكي يتمكنوا من الحصول على هذا الخدمة. وبالتالي نحن كمنظمة نركز على الاحتياجات الفردية، وبالتالي حتى أننا نذهب لأخذ الأشخاص من منازلهم الخاصة أو من المباني حيث هنالك شقق كثيرة أو من حيث يعملون، كما أننا نقدم المساعدة للفئات الأكثر تعرضا ومنها المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا هؤلاء الذين يسكنون في المناطق الأكثر تعرضا للقصف أو المناطق التي لا يمكن للحكومة الوصول إليها، وحتى أن الشرطة التي توفر خدمات الإخلاء لم تتمكن من الذهاب إلى هذه المناطق لأنها تحترم بعض البروتوكولات المحددة. وبالتالي نحن نحاول أن نكون الملجأ الأخير لهؤلاء الأشخاص الذين قرروا للمغادرة مؤخرا، لأننا نتمتع بهذه المرونة والخبرة، ولدينا فرق عمل ماهرة تقدم المساعدة، كما أنه لدينا آليات مدرعة، ولدينا شبكات كبيرة وشبكات معلومات، ولا سيما أن هنالك بعض المناطق يمكن أن تكون خطيرة جدا لأسابيع، ولكن بعد ذلك يمكن الوصول إليها أن يصبح ممكنا. وبالتالي نحن نقوم عملية المراقبة الدائمة، كما أننا نقوم باستكشاف المناطق حيث أنه ما من إنترنت أو هاتف، ونذهب من باب لباب ونسجل طلباتهم للإخلاء مباشرة، وعندما يصبح الأشخاص جاهزين للإخلاء وإن كان لديهم احتياجات خاصة يمكننا أن نلبيها مباشرة. It's a very dynamic environment where lots of different actors. بيئة دينامية جدا حيث أن هنالك جهات فاعلة مختلفة تلبي. عندما شركاء مختلفين يعبرون عن حاجات مختلفة، الوضع بشكل عام هو أفضل منذ سنتين مضوا، ولكن كما نرى بأن هذا الصراع لا ينتهي، ونتمنى بأن الإخلاء لن يكون ضروريا، ولكن ما يزال مرتبط بالوضع الراهن. شكرا جزيلا، ومجددا عذرا لأنني اضطررت إلى استعجالك، لأنك تشارك معنا خبرة مثيرة للاهتمام، ولكن أعتقد بأن سوفي ستعطينا فكرة أكثر عن الجهود المحلية والمدنية وبالنسبة للجهود العاملين على
الخطوط الأمامية، وأيضا هذا يحدثنا عن العقبات التي تواجهونها بأنفسكم، وما هي أيضا الفرص والتحديات التي واجهتموها على المستوى لنقل الوطني وعلى مستوى المنظمات الوطنية. لذلك شكرا جزيلا، هناك الكثير لنتعلمه من دور المنظمات المحلية في عمليات الإخلاء. صوفي، سننتقل لك الآن. صوفي تنضم لنا من UNHCR تشاد، وفي التشاد لديكم مستوى عالي من النزوح، حوالي 2 مليون نازح من السودان ومن جمهورية الكاميرون، وهذا يضع تحديات أمنية وارتفاع معدلات العنف. في هذا السياق، كيف يقوم شركاء UNHCR يدعمون بشكل فعال المجتمعات والمستجيبين على الخطوط الأمامية؟ فكما سمعنا من المداخلات اليوم، فهناك نظام فعال يعمل، ولكن هناك كثير من محدودية الموارد. شكرا جزيلا لإعطاء الفرصة. وقبل الإجابة على سؤالك، اسمحي لي أن أشارك معكم بعض العناصر السياقية التي شاركتها. لا أعلم إذا كان يمكن وضعها على الشاشة. أجل، التشاد محاطة بست دول بخصوص، ولكن بسبب عدم الاستقرار هناك العديد من الناس عانوا من النزوح القسري، وكانوا يتجهون فعلى سبيل المثال يتجهون إلى التشاد. فعلى سبيل المثال، هناك الصراع الدائر في السودان يدفع الكثير من الأشخاص للنزوح، وينضمون للجزء الشرقي من التشاد، وهؤلاء النازحون هم أصبحوا جزء من التشاد. التشاد هي جزء من الاتفاقية الدولية التي طورت على المستوى الدولي، والتي نستطيع أن نركز عليها بخصوص مجال الحماية، وهذا أدى إلى قوى التدخل السريع بتعريض وتقويض سلامة الأشخاص في السودان، ما أدى إلى حركة نزوح إلى تشاد، وأدى إلى تزايد حالات انعدام الأمان، انعدام الاستقرار بسبب انتشار الأسلحة أيضا. وفي مثل هذه السياق مثل هذا السياق، فإن المجتمع معرض لمخاطر الحماية، وبالتالي قرر المجتمع أن ينظم نفسه، فقامت UNHCR مع شركائها بعقد اجتماعات لتستمع لهم ووضع ديناميكيات للتعامل مع هذا الوضع بخصوص مجالات حماية المجتمع. لقد رأينا بأن هذا الانتشار الأسلحة أدى إلى الكثير من الحوادث التي شهدها المجتمع، لذلك كان على المجتمع أن يقوي نفسه ليقف بوجه هذه الحالات، وأن يطور آليات يمكن أن يستعملها. وقامت UNHCR مع شركائها بالتركيز على مجال الحماية في المجال العمل الإنساني، وكان من خلال ضمان حماية المدنيين وتحديد حالات الحماية وحالات الأمن وإيجاد حلول لبعض المشكلات. وبعدها فإن UNHCR بالتعاون مع شركائها نفذت في هذه بالتعاون مع هذه المجتمعات، وبالتعاون مع أيضا المجتمع النازحين،
والنازحين قسريا. هذه المجموعات قامت بمواجهة حالات العنف من أجل حل المشاكل التي تظهر في هذه المجتمعات، خاصة بخصوص التعايش السلمي في مجتمع الواحد. فهذه المجتمعات التي تشهد نزوح نازحين قسريا هي تعاني أحيانا من عدم الانسجام مع بعضها، وتعاني من التهميش والهشاشية والهشاشة. لذلك فإن المراقبين المجتمعيين أيضا يعملون على مراقبة حالات انعدام الأمن، ويعملون بالتعاون مع فروع الوكالات والمنظمات التي تعمل على مجال الحماية في مجال العمل الإنساني، وتحاول تقديم بلاغات بالمشاكل التي تحصل والتي تقوض أمان وسلامة المجتمعات، وذلك من أجل تحديد المخاطر التي تحدق بالمدنيين هناك. وكان هذا من خلال أيضا تحضير بعض التقارير وتقديمها للمحاكم. فأيضا هناك يتم العمل على بعض أنشطة بناء القدرات في عدد من المجموعات، حيث تم بناء قدرات عدة مجموعات في مجال الحماية، وأيضا مخاطر الحماية. وهذا أدى لأن نحدد بشكل سريع هشاشة وضعف بعض المجتمعات في بعض المناطق، وأن نحدد المخاطر التي قد تتم مواجهتها. وكان نتائج لهذه الأنشطة في لبناء القدرات، تمكننا من تقديم تقارير أو تقديم شكاوى عن تقديم تقارير عن آلية تقديم الشكوى وإرسال المعلومات من خلال المجتمعات التي تقدم هذه الشكاوى، والمجتمعات التي تلعب دور الرقيب في حين والتي تعاني من حالات انعدام الأمن والاستقرار، وبالتالي أصبحت قادرة على مشاركة هذه المعلومات. وأيضا من خلال التعاون مع هذه المجتمعات فكان هناك هذه المشكلة من الضعف والتهميش، فحاولنا تقديم الدعم لهم وتمكينهم من تقديم شكاوى عن أي حادثة تحصل بأي وقت. ووضعنا أيضا آلية قيد الاستعمال بإطار الاجتماعات أسبوعية، بحيث أن هذه المجتمعات وحتى أيضا المجموعة المسؤولة عن حماية المدنيين واللجنة المعنية بالحماية يجتمعون مع بعضهم الآخر ويتشاركون المعلومات ويتحدثون عن الحالات والحوادث التي تحصل في هذه المجتمعات. يتم تنظيم أيضا اجتماعات ولقاءات شهرية في حالات، ويتم مناقشة حالات الصراع وحالات التي تحصل وتبادل المعلومات. أيضا حاجة أخرى هي الحاجة لبناء السلام، بناء القدرات، وهي حاجة كبيرة جدا. فإننا نرى أنه في حالات الطوارئ يجب أن نعمل مع اللاجئين، والمجتمعات تحتاج أن تحصل على تمويل أكثر، لأنه لدينا موارد محدودة. وإننا نحاول أن نتعاون مع شركاء آخرين في المجتمع لمواجهة وتنظيم البنى البشرية والمجتمعية. وأيضا هذا يجعل الأطراف أكثر انخراطا بهذه العملية. لذلك فإن عملية بناء القدرات يمكنهم من حماية أنفسهم بشكل أكبر، وبالتالي
وبالتالي يستطيعون تجنب مواجهة حالات عدم الأمان عندما يتم عقد هذه الأنشطة. سأتوقف هنا الآن لأنني أعلم بأنه لدينا وقت محدود. لدينا كل درجات وتصنيفات الحماية، ولكن هناك التحديات التي نحن بحاجة لمواجهتها من خلال بناء القدرات في المجتمع، حتى يتمكن المجتمع من حماية نفسه وأن يكون وأن يكون هذا المجتمع قادرا بشكل مستدام على حماية نفسه. وشكرا. شكرا جزيلا سوفي، وأعتقد أنك قدمت العديد من الأمثلة القوية فيما يتعلق بالجهود المحلية لتعزيز حماية المدنيين والإنذار المبكر. أود أن أعلمكم أنه بسبب ضيق الوقت لن نتمكن من إجابة على الأسئلة، ولكن هل يمكنكم أن نطلب من المشاركين أن يبدأوا الإجابة على الأسئلة في الشات بوكس؟ إذن لدينا ناي من جي سي آي من الموزمبيك، وهي المديرة التقنية للجي سي آي في الموزمبيك. إذن ناي، هل يمكنك أن تعطينا صورة عن الموزمبيك فيما يتعلق بآليات المجتمعية المحلية وفيما يتعلق أيضا بأنظمة الإنذار المبكر وشبكات الحماية غير الرسمية، وكيف تساعد هذه وتعزز جهود حماية الجهات الفاعلة وتعزز مبادرات المجتمعية؟ شكرا جزيلا، شكرا على استضافتي. فيما يتعلق بالموزمبيق، وخلال العقود الخمسة الأخيرة كانت موزمبيق تنتقل من نزاع وصراع إلى آخر. في الستينيات من القرن الماضي كان هنالك نزاع مسلح للحصول على الاستقلال، ولكن بعد ذلك في العام 1975 حصلت حرب دامية، وقد تم أيضا ما أدى إلى نزوح وتهجير عدد كبير من الأشخاص. وحاليا الموزمبيق أيضا تعيش نزاعا مسلحا آخر بين مجموعات غير مسلحة من غير الدولة، وما أدى أيضا إلى نزوح آلاف الأشخاص. إن المجتمعات في موزمبيق تمكنت من التأقلم مع هذه الأوضاع بشكل أو بآخر، ولكن علينا أن نفهم أن هذا النزاع يختلف بين مجموعة وأخرى، وبالتالي آليات الاستجابة تختلف. وإن نظرنا إلى المناطق حيث يحصل هذا الصراع، إن إلى نظام الإنذار المبكر متوفر، ولكنه من المهم أن نفهم أن المجتمعات هم المستجيبين في الخطوط الأمامية، المستجيبين الأولين، ونحن نحصل المعلومات منهم. وما تعلمناه من تجربتنا في سياق الموزمبيق هو أنه في بعض الأحيان الحكومة أو بعض المنظمات الدولية وحتى كتل الحماية قد تحصل على بعض المعلومات غير الرسمية عن نزاعات تحصل في بعض المناطق، ولكن لبعض الأسباب بعض الأحيان لا نثق بهذه المعلومات التي تصلنا من هؤلاء في الخطوط الأمامية. ولكن عندما يتأزم الوضع ويبدأ الأشخاص بالفرار، فنقول إن هذه المعلومات التي تم مشاركتها معنا يمكن الوثوق بها، ولكن تأخرنا للاستجابة. وهذا يحصل
وأنا أعتقد أنه في منظمة Girl Child Rights هي من بعض المنظمات التي تعمل في الموزمبيق ولا سيما في قطاع الحماية، ونحن نعمل مع قادة المجتمع وهم حماة الثقافة وهم حماة اللغة المحلية وهم يعرفون كل تفاصيل هذه المجتمعات، وإن كانت هذه المجتمعات تتطور أو إن كان هنالك نزاع على وشك أن ينشأ فيمكن لهؤلاء أن يتأكدوا إن كان هنالك ديناميكيات محلية، ويمكنهم أيضا أن يمرروا المعلومات من خلال شبكاتهم. إذن أنا أتحدث عن هذه التجارب حيث أن الأشخاص الذين تأثروا بهذه الأوضاع وهذه الحرب هم الذين هربوا وذهبوا ليختبئوا في الغابات، ونحن نعرف أن النزاع قد يحصل بين ليلة وضحاها، وإن حصل ذلك فتتغير المعطيات والديناميكيات بسرعة. مثلا في بعض الحالات فإن الأشخاص الذين يحصلون على المعلومات هم الذين يغذون المعلومات أيضا ويعطون المعلومات لقادة المجتمعات، وإن كان هنالك أي حركة مشبوه فيها فهم الذين يعلمون أو ينذرون قادة المجتمعات. وبحسب تجربتي لم يكن هنالك اعتراف أو تقدير أو استثمار في آليات الحماية المحلية في منطقتنا، ولأنها أصلا موجودة. إذن المطلوب هو أن نحرص على تعزيز هذه القدرات، وما قمنا به في هذه المناطق هو العمل مع هؤلاء القادة لتوفير المساعدة لكي يتمكنوا من نقل المعلومات، وذلك من خلال الهواتف النقالة، وأن يكون هنالك شبكة لنقل المعلومات. وبالتالي إن كان هنالك أي خطر محدق فيمكن أن يعلمونا، وإن قاموا بهذا العمل بشكل جيد وبالتالي يمكنهم أن ينذروا المواطنين الذين سوف يهربون ليلا ويختبئون في الغابة ويعودون صباحا ويتابعون حياتهم ويستعدون للمواجهة. وأعتقد أنه ما يمكن أن نتعلمه من هذه التجارب هو أن المجتمعات تعمل في غياب الدعم أو الاستثمارات، وبالتالي ينبغي على المنظمات الدولية أن هذه المجتمعات المحلية ينبغي دعمها على مستوى دعم القدرات وبناء القدرات وآليات التواصل، وبالتالي يمكنهم التواصل مع أعضاء أخرى داخل الشبكة. لذلك وبسبب غياب الوقت، وأنا أعرف أن الأشخاص يريدون طرح الأسئلة والإجابة على الأسئلة، إنما أنا أعتقد أنه وبالنسبة لنا علينا أن نحرص في الاستثمار في القادة المحليين وقادة المجتمعات، ونعرف ما هو نوع الدعم اللازم لكي يتابعوا عملية تعزيز آليات الحماية المجتمعية. وبالتالي هم ليسوا فقط قادة محليين، ولكن هم أيضا هنالك مجتمعات لحماية الأطفال ومن حالات العنف التي تصيبهم في ظل النزاعات المسلحة. سأكتفي بهذا الحد، وبالتالي يمكننا أن نجيب على الأسئلة. شكرا، شكرا جزيلا نائرة، وشكرا على احترامك الوقت. أعتقد أن ما ذكرته يتوافق مع العمل الذي نقوم به وما توافق
وصلنا إليه من نتائج. وفي الواقع أنت دعوت أن ندعم قادة المجتمع ليس فقط والوثوق أيضا بالمجتمعات وأعطائهم نوع من الوثوقية، وإنما دعمهم على مستوى التواصل لكي يتمكنوا من التواصل مع الجهات الفاعلة المختلفة. ونحن نعرف أن هنالك الكثير من الجهات الفاعلة الدولية التي تعمل مع المجتمعات المحلية، وبالتالي يمكنها أن تؤدي دورا هاما في سد الفجوة بين مجتمع وآخر. شكرا جزيلا على هذه الأمثلة. إذا نقترب من نهاية اجتماعنا وسننتقل بسرعة، وهنالك سؤال موجه لكم. إذا شكرا لمتحدثينا الرائعين والمميزين، وهنالك الكثير من الأسئلة التي تم توجيهها إليكم، ولكن هناك سؤال موجه لك أيان عن كيف تعتبرين الـ IHL، ولا سيما في ظل هذه الأعراف التقليدية والسياقات القانونية وسياق القريع الشريعة التي تحدثت عنها، ولا سيما عندما يستخدم الأشخاص تلك أو يعودون للأعراف ويبررون تصرفاتهم باحترامهم الأعراف. وتحدثت أيضا عن ضبط النفس والحقول دون العنف. أعتقد أن هذا السؤال طرحته سديدة، شكرا على هذا السؤال. أعتقد أن العلاقة بين من يدعمون الحوار مثل قادة الحوار والمعايير التقليديين السمادي، فهذه الأعراف هي مؤسسية وهي متجذرة جدا وهي محترمة منذ عقود وسنوات، وإن البرميجادو غير قابل على رفضها وغير قادر على رفضها. أنا أعرف أننا نواجه عنفا من مجموعات مثل مجموعة الشباب الذين لا يحترمون هذه الهيكليات التقليدية. وهنا أريد أن أميز بين الحرب بين القبائل والعشائر المختلفة، وإنما مجموعات مثل مجموعة الشباب هم في نزاع مباشر مع هذه المبادئ، ولا يضعون أي أولوية لحماية المدنيين وما من مساءلة مجتمعية. وبالتالي نحن نندد هذه المجموعات مثل الشباب، إن الحكومة الفيدرالية تندد هؤلاء المجموعات. وفي الوقت عليه ما من تبرير لأعمال هذه المجموعات التي تقول بالقوانين الشرعية الإسلامية وتتبعها، ولكن بغية الحفاظ على السلام ولا سيما في المناطق الريفية. أنا قمت بمقابلة إحدى المجموعات ومنها المجلس الوطني للشيوخ من أجل السلم، وقد وفي بعض الأحيان يأتي شباب من الحكومة الفيدرالية إلى مناطق في مرحلة ما بعد النزاع، ويحاولون أيضا القيام بعمليات المصالحة التقليدية، ولكن من دون أن يتأكدوا من أن الذين خالفوا القوانين هم يتم عقوبتهم. ولكن ما يبدو واضحا أن الشريعة والقوانين التقليدية ما زالت تحظى بشرعية، ولا سيما في المناطق المعرضة للنزاعات. شكرا. شكرا. أعتقد أنه من المهم أيضا أن نركز أنه من المهم أن نركز على
من خلال الأعمال التي قمت بها ونقوم بها أن نركز على ما هو شرعي وما يحظى بوزن، ولا سيما نقاط الدخول للتأثير على هذه المجموعات، ولا سيما دخول المنظمات الدولية، وأيضا احترام المعايير والتقاليد وإرساء الحوارات الفعالة. هنالك أسئلة، سؤال موجه لك أنطون، وهنالك سؤال يتعلق بما كانت منظمتك قد شاركت في مفاوضات تهدف إلى إرساء مناطق محمية في أوكرانيا، وما هي الدروس المستفادة، وما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجهات الفاعلة الدولية لدعم الإجراءات التي تقومون بها أنتم وجهات أخرى؟ في البداية، إن منظمة الصحة العالمية ووكالات أممية أخرى حاولت أن تطبق بعض الإجراءات التي الناجحة في بعض مناطق الصراع، وقد فشلت أو لم تحظى بأي نجاح، وهنالك جهات مثل LMSF غيرت طريقة عملها وحاولت أن تعلم الجهة الروسية فيما يتعلق بتحركاتها، لأنها لم تتمكن من إرساء السبب والنتيجة، ولكن ما من أي آلية موجودة وما من تواصل مع الجيش الروسي، ولكن هنالك تنسيق كبير مع الجيش الأوكراني ومع المسؤولي التنسيق العسكريين المدنيين ومع الشرطة المحلية ومع قادة الكرة لكي يحرصوا أن عمليات الإخلاء ممكنة. وأيضا نحن عندما نقدم الطلبات يتم التنسيق بين الجهات الفاعلة المحلية والمسؤولين المحليين وأيضا المسؤولين والمسؤولين العسكريين، ولكن هذا يحصل بحسب الحالات، فإن كل منطقة وكل مدينة تختلف عن غيرها، ولكن هذا التنسيق يحصل وهو أساسي. وأعتقد أنه على المستوى الدولي المنظمات الكبيرة يمكن أن تدعم جهود التنسيق هذه لأنها تحصل، ولكن ليس بالقدر الكافي. وفيما يعنينا وأنا أسمع من منظمات أخرى، فإن نظام الكتل أو المجموعات لا يعمل كما يلزم في أوكرانيا ولا يحقق أهدافه أو نتائجه، وقد اختبرنا ذلك في مناطق أخرى. وأعتقد أنا أعرف ما يحصل في غزة، وأعتقد أن نظام الكلاستر أو الكتل ناجح أكثر في غزة ولكن في أوكرانيا، ولكن بسبب المساحة، مساحة البلاد الشاسعة، فيمكن للجهات الدولية أن تتدخل وأن تعزز قدرات البشرية والمالية، لأننا نفتقر لهذا الدعم، وإن الجهات المحلية التي تنسق بين بعضها البعض غير قادرة على متابعة عملها ميدانيا، وإن كان هنالك فريق إداري إضافي يمكن أن يقوم بعملية التنسيق بشكل
دائم فهذا سيكون فعالا، وأنا أطالب من الشركاء الدوليين أن يدعمونا على مستوى العمل الإنساني ومراكز التطوع الإنساني والهيكليات الرقمية. وبالطبع كان هنالك الكثير من التقدم، ولكن بسبب غياب التنسيق كان هنالك الكثير من هدم الموارد. Yeah, I think that's really relevant points around what could effective coordination. وما الذي يمكن أن يؤثر على دعمكم وتنسيقكم في كييف؟ أنا أعلم أن هناك في كييف الكثير من المنظمات الدولية والوطنية والمحلية والمدنية التي نستطيع أن نقول بأنها تقوم بتعمل وفق نظام تنسيق إنساني، ولكن ما تحاولون القيام به الآن هو مختلف عما كان الحال عليه قبل سنتين. وأعتقد أيضا بأنه من المهم أن نقري بأذهاننا بأن مهما يكون شكل التنسيق فإننا يجب أن نبقي فكرة بأن هذا التنسيق يجب أن يبقي بعين الاعتبار الوضع الإنساني، ويجب أن يكون قريبا إلى المناطق قدر المستطاع، حيث يجب أن يكون التدخل والأنشطة موجودة هناك، وبهذا من شأنه أن يمكن المنظمات من تقديم الدعم هناك. وأعتقد بأن أحد الأدوار الحساسة التي تقوم بهذه المنظمات هي جعل الناس منخرطين في عملية التدخل، ولكن هناك بالتأكيد المزيد الذي يستطيع العاملين الدوليين القيام به، لكن أيضا تقديم موارد والاستماع لكم، لأن الموارد هناك حاجة لها، ولكن يجب أن نعرف متى وكيف ومقدارها. وفي هذه المعضلات، في هذه التوترات، ولكن بنفس الوقت لقد سمعنا من كييف بأنه كيف المقاربات الإنسانية التي تمت هناك كانت فعالة في عمليات الإخلاء وفي عمليات تخفيض العنف. فقط نقطة سريعة في هذا الصدد، أعتقد بأن أكبر معضلة بخصوص الإخلاء، وليس فقط الإخلاء ولكن التنسيق بشكل عام، هي فقدان التواصل أحيانا مع التركيز على الخطوط الأمامية. فهناك هذا التخوف مما سيحصل لهؤلاء الأشخاص بعد أن يتم إخلاؤهم. من هنا تبدأ المشكلة، وأشعر بأنه هذه المشكلة لم يتم معالجتها بشكل كبير. فما يقوم به الناس بمجال المقاومة هو بطريقة لا نستطيع أن نتخيلها، بأنهم كانوا يعتقدون أن خلال سنتين ستنتهي الحرب، ولكن لدينا حوالي 6 ملايين نازح، وهذا الوضع الحالي يستمر ويصبح يوما بعد يوم سيصبح أسوأ، ويستدعي تدخل وتفاعل المجتمع بشكل أكبر، ويجب أن ندمجهم ونعتبرهم بأنهم هذه مشكلة كبيرة لم يتم معالجتها أبدا بشكل كافي، ولم يتم حتى الحديث عنها بشكل كافي. وهناك الكثير من المشاريع والأنشطة التي لم تتعرض لها لأنها مشكلة صعبة، مشكلة معقدة، وعلى صعيد التدخلات البنيوية. فهناك هذا التوجه نحو التدخلات السريعة والطارئة. فهذا ما أردت أن أقوله، بأنه هذه المشكلة لم يتم معالجتها أبدا. أجل بالضبط. وأيضا هناك نريد أن نشدد على الحاجة للاستماع للناس، وليس أن نتجاهل أصواتهم ورغباتهم في صعيد الاستجابة الإنسانية، وهذا عادة ما يحصل عندما نحاول الاستجابة بشكل سريع. في الحقيقة إننا نفقد الوقت، لذلك أريد أن أنتقل إلى تيفاني، ولكن قبل أن لننتقل إلى بعد، ولكن أريد
إذا كان هناك أي كلمات ختامية فقط في دقيقة، إذا أردتم أن تقولوا بكلمة بدقيقة كلمة ختامية، إذا كان هناك أي تعليق تريدون الختام به، من يريد أن يعلق؟ لستم مضطرين للتعليق، ولكن إذا كان لديكم أي شيء تريدون إضافته فنرحب بذلك. أجل تفضل. أريد أن أجيب بأنه لدي سؤالي الذي وجه لي بخصوص التعاون بين المجتمعات والشرطة والجيش. اسمحوا لي أن أقول بأن المجتمعات قامت بمشاركة مشاكلها مع الأمن، قوى الأمن، الشرطة، وفي حال مشكلة حماية اللاجئين، وفي حالة التي هي فرع من فروع التدخل الإنساني، فإن الدور القانوني للأمن، رجال الأمن والشرطة، هو تحقيق هذا الاستقرار. وعندما كانوا يحضرون الملاحظات ويأخذون نقاط الاجتماع، ف كان هناك بعض الأفكار، ولكن بشكل عام أن المجتمعات وعاداتنا وتقاليدنا تقوم بتسويات لطيفة، وأن يتم تقديم الحماية للاجئين بصياغ ملائمة ومستجيبة لما يحصل الآن. فبعض الأحيان يكون هناك هذه الصراعات ضمن هذه المجتمعات، وعندما تكون هذه الصراعات ثانوية فإنها تؤثر. هذا ما أردت مشاركته معكم، بأننا بحاجة لتقوية ودعم هذا التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي تعمل على عدة أصعدة من أجل حل المشاكل ومن أجل تشجيع التدخلات الإنسانية في مثل هذه الظروف، التي تشجع وتحفز على حماية الأشخاص أنفسهم وتساعدهم في تجاوز العقبات بأنفسهم. مشكرا جزيلا. شكرا جزيلا صوفي، وكنا نريد أن نختتم بشكرا. نايراري، سننتقل لك بدقيقة واحدة من فضلك. أجل، فقط أريد أن أؤكد على أهمية دور المجتمع بالتدخل في هذا النظام. إنه ليس فقط بأن يقف المجتمع وحده، ولكن هي أن نرى الصورة الأعم والأشمل، فكل هذا ممكن أن يؤثر في البنى المجتمعية ويتم التداخل مع الأنظمة الأخرى. فعلى سبيل المثال، في حالتنا لدينا الشرطة والرعاية الصحية، الخدمات الرعاية الصحية، ولكن في نفس الميدان فإنه في تجمع كتلة الحماية لدينا أيضا مظلة أكبر للحماية. لذلك أعتقد بأن الدرس الذي يجب أن نفهمه هو كيف نستطيع أن نعالج هذه المشاكل في نظام واحد، وهذه المشكلات التي هي متجذرة في المجتمع، حيث هناك هذه الحاجة لفهم أهمية الحماية، خاصة عندما يتم توجيه الجهود فقط للأطراف المتضررة، بينما يتم تجاهل المكونات الأخرى الموجودة في المجتمع. فهذا ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار عند تقديم الحماية يا فرد المجتمع. شكرا جزيلا لك. أنتقل لك لواندا، ولكن بسرعة من فضلك. شكرا جزيلا. بعد كل هذه الخطابات أدركت بأن الحماية هي تتقاطع
مع أكثر من جهة، وكنت أتساءل فيما إذا كان هناك إمكانية لوضع خبراتنا وتجاربنا في كتاب يمكن مشاركته مع الآخرين لنفهم الدروس التي حصلت في موزمبيق وتشاد، وهذه يمكن استعمالها لنتعلم منها هنا في الدي آر سي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا ما أردت إضافته. شكرا جزيلا. أعتقد أنه في الحقيقة هذا لطيف، نقطة لطيفة جدا، لأنه في لحظة ما كنا نقول عن تجميع الخبرات العمل في المجال الإنساني وفي مجال بناء السلام. لذلك أعتقد بأنها نقطة ممتازة، حيث تستطيع الكثير من المنظمات المختلفة التعلم والاستفادة من التجارب المتنوعة في دول وسياقات مختلفة. شكرا جزيلا لكم. أعرف بأنه لم يتبقى معنا فقط سوى دقيقتين، لذلك تيفاني تستطيعين أن تتفضلي بالحديث معنا. شكرا جيما، وشكرا جزيلا لجميع المتحدثين اليوم. لقد كنت أخذ ملاحظات طوال الجلسة وأتعلم من القصص التي شاركتموها وتعلمت مما قلتوه، ولكن ما فاجأني في بعض الأمثلة التي كان نستطيع أن نضيف لها وما قدمها المتحدثون بخصوص تحديات الحماية، وهو عندما نتحدث بشكل حرفي عن ملايين الأشخاص إننا نتحدث عن عدد كبير جدا، وعندما نفكر بهذا فإننا نعتقد ما الذي نعنيه بأن ملايين الناس إنهم أشخاص مثلنا، إنهم أشخاص. نحن على سبيل المثال نحن الآن لسنا معرضين للخطر، لسنا معرضين لخطر العنف، ولسنا معرضين لأي خطر حقيقي، ولكن من المهم بالنسبة لي جدا أن نعقد مثل هذه المحادثات وهذه النقاشات، وأن نعرف كم هي معقدة المشاكل التي نواجهها في مجال العمل الإنساني. وأعتقد أنه من المهم جدا أن نبدأ أن نذكر أنفسنا بأن الحماية الشخصية هي ليست جديدة، قد تكون كلمة رائعة ولكنها هي مهمة جدا في مجال العمل الإنساني وفي مجال الحماية، ولكن مع مرور الوقت ينسى الناس كيف يستطيعون حماية أنفسهم، تنسى المجتمعات كيف تستطيع حماية أنفسها. لذلك أتمنى بأن سماع قصص من الناس، قصص عن الحياة التي يعيشونها في ظل الصراعات وكيف هذه الصراعات تؤثر على عائلاتهم وعلى أنفسهم. لذلك يجب أن نبني ثانية بأننا أن نحاول أن نعكس أثر هذه الحالات العنيفة، وأن نثقف أنفسنا كفاية لكي نحمي أنفسنا من أن نكون متأثرين بهذه الصراعات. مهما يكون الجزء النظام الذي نخضع له، يجب أن نحاول أن نتساعد، يجب أن نسمع ونصغي للأمثلة التي يتم مشاركتها، لأن ما نقوم به مع بعضنا وبالإضافة لمواردنا ومصادرنا فهي أن نتعاون. فالكلمة المفتاحية هي العمل مع بعضنا الآخر وأن نحمي أنفسنا، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار ما هو في هذه اللحظة، ما هي الأفضل قانون بهذه اللحظة، ما هو أفضل شيء يجب أن نقوم به. لقد سمعنا الكثير عن التكيف، عن الاستمرار بقيام العمل، وهذا يجب أن يكون ضمن إطار عمل جماعي، ولكن الحماية هي تعني الكثير للحماية الشخصية، الاندماج والتعايش الشعبي والمجتمعي، كل هذا أمر مهم جدا، والانسجام والتنسيق يجب، ولكن يجب أكثر شيء أهم، أكثر شيء مهم هو الحماية النفسية. هناك جهود رائعة ومذهلة يتم، هناك الكثير من الأشخاص الذين يقدمون المساعدة للآخرين ويساعدون أنفسهم، هناك بالطبع هناك الكثير من العيوب
العيوب والأخطاء في نظام الحماية، ونعرف بأن كل الأنظمة لديها عيوب وأخطاء، وهناك الكثير مما نستطيع تغييره ويجب تغييره، ولكن هناك بعض الأمور التي لا يتم تغييرها، ولكن الأهم هو الالتزام بتقديم الدعم لهؤلاء الأشخاص من الداخل. فمع هذا الوقت بالطبع من السهل أن ينهار الشخص وأن يتعب وأن يسقط، ولكن هذه فرصة كبيرة هنا أن نستمع لهذه التجارب من المتحدثين اليوم، وأن نستجمع قوانا نستجمع قوانا ونبقي بأذهاننا هذه الأفكار، بأن مع بعضنا الآخر نستطيع أن نشق الطريق ونقود الطريق أمام الآخرين. شكرا جزيلا لمشاركتكم هذه التجارب والخبرات. لقد أصبحت أكثر حماسا في الحقيقة بعد الاستماع لكم، لذلك شكرا جزيلا لكم وشكرا لدعوتي للمشاركة. شكرا شكرا تيفاني، شكرا جزيلا، شكرا لكل المتحدثين، لك جيما لتسييرك للجلسة كان رائعا. فقط أريد بالعودة إلى لوك لجمع كل هذه الممارسات ولكتابة كل تجاربنا وقصصنا وما يحصل معنا في الميدان. أعتقد أنه سيكون هناك حقيبة أدوات جديدة للحماية، حيث تستطيع كل المنظمات الموجودة هنا الحصول عليها، وحتى المنظمات التي تعمل مع الأوتشا، ولكن نستطيع إضافة المزيد من التجارب والأمثلة حيث يستطيع العامل في المجال الإنساني الاستفادة منها. شكرا جزيلا لكم جميعا، ونراكم السنة القادمة في المنتدى العالمي لتجمع الحماية. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.